مريم جنين، استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، تم على إثرها نقلها إلى مستشفى ابن سينا حيث استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة. إذا نذكر مرة أخرى بهذا الخبر الأليم والصعب علينا وعلى الجميع، استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش جيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين. الزميلة شيرين أبو عاقلة هي مراسلة الجزيرة على مدى سنوات طويلة في الأراضي المحتلة، وكانت في مهمة تغطية اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، وقد استهدفت برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيبت إصابة بالغة في رأسها ونقلت إلى المستشفى واستشهدت على إثر هذا الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الزميلة شيرين أبو عاقلة معروفة بتغطيتها، وهي وجه من وجوه الجزيرة المعروفة دائما، وترتدي عادة السترة التي توضح أنها صحفية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم الخلط لأنها وجه معروف. الرحمة للزميلة شيرين أبو عاقلة. الزملاء الذين كانوا معها وشهود عيان، وعندما وصل الطاقم الجزيرة إلى الدوار الأول عند مدخل مخيم جنين أطلقت عليهم النيران مباشرة من قبل قوات الاحتلال، علما أنها كانت ترتدي زي الستر الواقية وأيضا الخوذة. أطلقت عليهم النيران، يشتبه بأنها أطلقت من قناص حسب ما أبلغني أحد الزملاء، وأصيبت إصابة مباشرة في الرأس نقلت على أثرها. وهذا لحظة وصولهم، حتى لحظة وصولهم كان هناك اقتحام، ويبدو أن قوات الاحتلال كانت تسيطر على المنطقة وكان قناصة في المنطقة، وأطلقت النيران عليهم على الدوار الأول عند مدخل مخيم جنين، وأصيبت الزميلة شيرين في إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نذكر لحظة، نذكر بالخبر العاجل الذي نقله مكتبنا في رام الله عن استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها إصابة مباشرة في الرأس على أحد النقاط، علما بأنه كان الفريق بالكامل من الواضح أنه صحفي وكانوا يرتدون السترات الصحفية. تم استهداف الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص مباشر أصابها في الرأس ونقلت على إثره إلى مستشفى ابن سينا حيث استشهدت هناك. هذه هي المعلومات التي وردت حتى الآن. الزميلة شيرين أبو عاقلة وفريق عمل الجزيرة كانوا طيلة ساعات الفجر يغطون عمليات الاقتحام،